مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد إلى فقرة ضيف الغرفة. يعتبر الزواج رابطة مقدسة يسعى بها الشخص إلى تكوين أسرة، ولعل من بين الأهداف الرئيسية لهذه الرابطة هو إنجاب الأطفال كونهم زينة الحياة الدنيا، مثل ما يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم، إلا أنه قد يحدث تأخير عند البعض في الإنجاب، لربما لمشاكل عضوية تستدعي العلاج عند المختصين، وقد يكون للعامل النفسي أيضا أثر في تأخر الإنجاب، مما يؤثر لا شك على الحياة الزوجية بين الطرفين هذه العلاقة. فكيف يؤثر تأخر الإنجاب على الحياة الزوجية، وكيف يمكن للزوجين تجاوز هذه المرحلة؟ هي أسئلة سنحاول الإجابة عليها رفقة ضيفتنا الأخصائية النفسانية سمية قصير. أهلا بك معنا. هذا إلهام الخير لكل مشاهدينا الكرام. شكرا على تلبية الدعوة. شكرا، شكرا على الدعوة. العفو. سمية، في البداية قبل أن نتحدث عن انعكاسات يعني تأخر الإنجاب على حياة الزوجين، خلينا دائما نعود للأسباب. أصبحنا اليوم نرى يعني في مجتمعنا أنه أي شخصين أو أي زوجين، وحتى ولو كانوا يعني جدد عندهم شهر من الزواج، يبدأ البعض في ممارسة نوع من الضغط عليهم حول الإنجاب. إلى أي مدى يؤثر هذا الشيء على الإنجاب؟ نعم أختي إلهام، للأسف زوجين يعني كما كنت تتكلمي منذ الأشهر الأولى يبدأوا يتلقوا في ضغوطات من طرف العائلة، سواء كانت عائلة الزوج أو عائلة الزوجة، المحيطين بهم، الجيران، الأقارب، يعني الكل يتدخل في الأمر الخصوصي هذايا، الأمر نتاعهم اللي يخصهم غير هما الاثنين. للأسف هذا هو المجتمع نتاعنا. احنا يعني الأطباء تكلموا ويقولوا لما نتكلموش على تأخر الإنجاب حتى بعد مرور سنتين من الزواج. احنا في المجتمع نتاعنا منذ الأشهر الأولى يبداو يعني يتقلقوا، يبداو يضغطوا على الزوجين، وهذا حيأثر تأثير سلبي كثير كثير على الزوجين، لأن الصحة يعني الصحة الجسدية مرتبطة بشكل وثيق مع الصحة النفسية، فإذا يعني نفسيا ما كانوش مرتاحين، فإذا كانوا يتعرضوا للضغط، يتعرضوا هما مقلقين، يعانيوا من القلق، يعني من التوتر، في بعض الأحيان وحتى الاكتئاب، هذا راح حيأثر لهم يعني تأثير سلبي على الصحة الجسدية، وبالتالي تقل الخصوبة نتاعهم، وبالتالي يتأخر الإنجاب. فهذا ما نسميه أختي إلهام بالعقم النفسي. ما معناه؟ معناه عدم إمكانية يعني الحمل نتيجة اضطرابات نفسية، يعني رغم صحتهم الجسدية والعضوية سليمة وجيدة، إلا أنهم يعانون من العقم النفسي اللي رانا نتكلم عليه، قلنا نتيجة اضطرابات نفسية، كل من القلق، كل من الاكتئاب، كل من الاضطرابات النفسية حتأثر لهم على صحتهم. فمثلا تسبب لنا مشاكل هرمونية سواء كانت عند المرأة أو عند الرجل، وبالتالي تقل الخصوبة ويتأخر الإنجاب. نعم سمية، خلينا نقول أنه هذا الضغط الذي يمكن أن يمارسه المجتمع اليوم على الزوجين قد ينعكس أيضا على حياتهم الزوجية. نعم أكيد، يعني نفسيا حينضغطوا. نشوفوا مثلا برك أختي إلهام، تبدأ هذه المرأة يعني دائما في انتظار دائم للحمل، فأو يعني كيجيو النساء هكذا للعيادة النفسية يقول لك بلي الصدمة نتاعهم وقتاش هو أول يوم نتاع الدورة الشهرية، يعني هنا تدخلوا في شيء يعني مرضي، ثم هذيك الصدمة حتكون صدمة لهم أول يوم الدورة الشهرية، يعني نتكلموا منذ الأشهر الأولى نتاع الزواج، وبعد تبدأ تدخل في حزن، ثم اكتئاب، ثم تتقلق، ثم نفس الشيء بالنسبة للشهر اللي بعده، وهكذا يعني، وبالتالي احنا حيأثرنا على الخصوبة. نعم يعني حتميا.
نعم سمية، خلينا نقول أنه الصدمة راح تكون أكبر إذا توجهت يعني المرأة إلى طبيب وقال بأنه عندها مشاكل تؤخر الإنجاب. كيف يمكنها اليوم التعامل مع هكذا وضعية؟ نعم، في بعض الأحيان يعني كما ما كنت تتكلمي ربما مشاكل هي تعاني منها أو يعاني منها الزوج أو يعاني منها الاثنين. يعني هنا أول شيء نطلب من الزوجين أول شيء تقبل المشكلة هذاك، سواء كان عند الزوجة أو عند الزوج، تقبل المشكل ثم العلاج. يعني في معظم الأحيان في إلهام العلاج يرفض الزوج، يرفض يقوم به الزوج لعدم تقبله للمشكلة. تلما ما يتقبلش المشكلة فيرفض القيام بالتحاليل، يرفض العلاج، يرفض الذهاب إلى الأطباء. يعني أول شيء يقوم به هو تقبل المشكلة لأن هذه حاجة تعرف سبحانه، ثم التوجه للعلاج. هو يعني بإذن الله كل مشكلة عندها حل لها إن شاء الله. نعم سمية، خلينا نقول أي زوجين يكون تأثير هذا الموضوع، تأثير تأخر الإنجاب عليهم أكبر؟ أكيد أنه يعني يكون أكبر عندما ربما الأطباء ما يفهموهمش المشكلة، ربما ما يفهموهمش مثلا ما هو العلاج المناسب. يعني يكونوا دائما في البحث عن الأسباب. في بعض الأحيان العلم يعجز على 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 تفسير بعض الحالات، ولكن يسعوا يعني ويتقبلوا الأمر ويشدوا في ربي سبحانه يعني ويلقوا حل إن شاء الله. خليني نعاود لك ممكن السؤال. أردت أن نقول أنه كيف يكون التأثير من ناحية التأثير، من يتأثر أكثر بتأخر الإنجاب، الزوجة أو الزوج؟ ممكن الزوجة بطبيعتها عاطفية، بطبيعتها أنه تكون راغبة أكثر في الأمومة، من يتأثر أكثر؟ والله الاثنين. يعني ربما الزوج ما يبينش الامر، يتجاهل الامر كما قلنا مقبلات، يرفض العلاج، يرفض الذهاب الى الطبيب. ولكنه يعني هو من طبيعه الزوج، من طبيعه شخصيه الرجل هكذا يكتم وما يبينش. يعني عكس المراه اللي ربما تتكلم وتحكي ويعني وتخرج يعني كاع واش راهي تعاني من، لكن عكس الرجل هو يعني داخليا راه يعاني في صمت كما نقولوا. نعم، ممكن هذه المعاناة في صمت راح تتسبب في مشاكل لدى الزوجين في حياتهم. ممكن المرأة تقول لك أنا حابة أن يكون عندنا أولاد، لكن هو بالمقابل لا يقوم بأي شيء باش يكونوا عندنا أولاد. نعم نعم، هذا الشيء اللي أثر كثير كثير في العلاقة الزوجية. نعم. علاش تكلمنا على التقبل؟ تقبل أول خطوة يقوم بها الزوجين. ثم بعد التقبل يجي كل سهل، يجي العلاج، يجي التفاهم، يوصلوا إلى التوافق الزوجي، ما يكونوش عندهم مشاكل ما بيناتهم. يعني كل هذا حيعاونهم باش يواجهوا الصعوبات والمشاكل اللي راهم يتلقاوها. نعم، ممكن كيف يكون دور الطرف الآخر؟ ممكن اليوم الزوج أو الزوجة عنده مشاكل صحية من ناحية الإنجاب، كيف يكون تعامل الطرف الآخر معه؟ كل شيء تقبل الآخر، تقبل الآخر ثم الاحتواء. الاحتواء مهم كثير. الدعم النفسي يكون ساند ليه. إذا كان هذه الأمور كلها، إذا كان الزوج ساند ودعم نفسي للزوجة ولا العكس، يعني حيواجهوا هذه الصعوبات. حتى المرأة هذيك اللي تعاني من المشكل ولا الزوج اللي يعاني من المشكل، إذا تلقى هذا الدعم النفسي وهذا الاحتواء من طرف الآخر يعني والتقبل خاصة، حيواجه المشكلة يعني يتعاونوا باش يواجهوا الصعوبات والمواقف هذه الصعبة اللي تلقاوها. نعم، أيضا ممكن دعم المحيط العائلي له دور في تجاوز هذه المرحلة. أكيد، احنا تكلمنا يعني قبيل على الضغوطات اللي يعانيها، لابد من الدعم، دعم المحيط، سواء عائلة الزوج، عائلة الزوجة، الأقرباء، الأصدقاء، كلهم رمحة يعاونوا ويساعدوا نفسيا، خاصة هذا الزوجين اللي راهم في مشكلة اللي إن شاء الله يواجهوها بالقوة نتاعهم، يعني يتعاونوا باش يساعدوهم نفسيا. نعم، ممكن نقول
نعم، نعم مثل ما قلنا أنه ممكن يكون هذا التأخر في الإنجاب نتيجة مشاكل صحية، أيضا ممكن يكون بدون سبب. كيف يعني يقدروا الزوجين أيضا أنهم يتجاوزوا هذه المرحلة، مرحلة الانتظار، خاصة إذا كانوا ما يعانوش من مشاكل؟ نعم، هي شوفي أختي إلهام، نسيان الأمر، يعني كل الأطباء أكدوا هذا الشيء، حتى أطباء يعني أمراض التوليد يقول لك سبحان الله كي الزوجين يعني ينساو الأمر ويوليو يعني ربما ما يجيوش للعلاج وما يجيوش، سبحان الله ربي يرزق يرزقهم بأولاد، لأنه علاش؟ لأنه نفسيا نرتاحوا خلاص، نتاو المشكلة وكملوا حياتهم، داروا أهداف، داروا مشاريع كيف كيف، يعني نتاو كل مشكلة، سبحان الله ربي يرزق في هذاك الوقت يرزق. نعم نعم ممكن الأشخاص اللي مارسوا نوع من الضغط على الزوجين، مش نقدروا نقولوا لهم اليوم، ممكن الأم أم الزوجة أو أم الزوج تقول أنه هذا شيء طبيعي، أنا حابة مصلحة بنتي، أنا حابة مصلحة وليدي، وش نقدروا نقولوا لهم؟ ممكن نفهموهم هذا الأمر أكثر، أنه هذا الضغط نعم ممكن ينعكس عليهم، يكون سبب في تأخر الإنجاب. نعم نعم أكيد، كما تكلمنا مقبلات على الحكم النفسي، أنتم اللي راكم تمارسوا في الضغوطات على هذا الزوجين، تكلمنا على الحكم النفسي، ربما هذه الضغوطات هما السبب اللي راهم مخليينهم تقل الخطوبة تاعهم، يتأخر الإنجاب تاعهم، دونك يعني ماشي بالضغوطات وماشي باللجوء إلى الأطباء وبالعلاج هذاك اللي يكون بضغط راهو حيرزقهم ربي. لا، انساوا الامر، اتركوا على ربي سبحانه، ويعني ما تضغطوش عليهم، حيرزقهم باذن الله. خلينا نقول، هل من الضروري انه يشوفوا الزوجين يعني استشاره عند مختص نفسي حتى يساعدهم في هذه المرحله؟ ومتى يكون ذلك؟ ممتاز ممتاز، إذا كانت المرأة أو الزوج أو الزوجة راح يشوفوا في روحهم يعني ما قدروش يتغلبوا على ذاك القلق، ربما راح يعانيوا من اكتئاب، إذا شفت الزوجة راح يتعاني من اكتئاب أو الزوجة يعاني من اكتئاب، لابد من التوجه، خاصة الاكتئاب أختي إلهام أكثر يعني تأثير سلبي على الخصوبة، دونك توجهوا للأخصائي النفسي، لكل مشكلة عندها الحل نتاعها، عالجوا، لابد من تحسين الحالة النفسية للزوجين، خاصة إذا كان يعني العامل النفسي هو سبب في تأخر الإنجاب وما أثبتته بعض الدراسات. نعم نعم صحيح نعم. خلينا ممكن في الختام أنه نتوجه بعض النصائح لأي شخص أو أي زوجين عندهم مشاكل في الإنجاب، سواء متزوجين جدد أو يعني عندهم مدة طويلة من زواجهم، لو نلخص كل ما قلناه في مجموعة من النصائح. نعم، أول شيء ننصح به هو تحسين الحالة النفسية، كما تكلمنا، إذا راكم تعانيوا من مشاكل نفسية، إذا راكم تشوفوا في روحكم مقلقين بزاف، إذا راكم تشوفوا في روحكم راكم تحسوا بحزن شديد، راكم في كل مرة نوجه رسالة للزوجة اللي راهي في كل مرة راهي يعني في كل مرة في كل دورة شهرية راهي تعاني وتدخل في اكتئاب، عالجي نفسيا، حسني المزاج تاعك. ننصحهم أيضا بالابتعاد على بعض العادات السيئة مثل التدخين، خاصة للرجال، التدخين، تناول المخدرات، تناول الكحول، كلها راهي حتقل من الخصوبة. كذلك ننصحهم باش يبتعدوا عن التوتر وعن الجهد اللي يكون بزاف، يعني يكون كثير، مثلا الزوج يتعب بزاف، هذه راهي حتقل من الخصوبة. كذلك ممارسة الرياضة بإفراط ولا الامتناع عنها أيضا حيأثر على الخصوبة، يعني كل هذا الشيء راهي مش حيعاونهم وتقل من ويقلل من الخصوبة ويأخر الإنجاب أختي إلهام. نعم، وممكن أنه ننصح أيضا، نعم نقطة أخيرة، ننصح ب لكي نقطة ما تكلمناش عليها، نعم. هي تأخر سن الزواج، تأخر سن الزواج راهو عامل يعني يلعب دور كثير 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 في التأثير على تأخر الإنجاب، ننصح الفتيات وننصح الشباب يعني ياخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار، تأخر سن الزواج راهو يأثر على الخصوبة.
ممكن سمية الرسالة يعني اللي نوجهوها أيضا هي للأهل، نقول لهم أنهم يحاولوا يوقفوا الضغط اللي يمارسوهم على هؤلاء المتزوجين في هذا صحيح الموضوع بالتحديد. صحيح نعم ينسوا الموضوع، ينسوا الموضوع، ومن الأحسن ما يتكلموش عن الموضوع نهائيا، فهذه حتعاونهم نفسيا يعني للتخلص من هذاك من هذوك الضغوطات. وحتى هما راهم واعيين، راهم كبار بالنسبة للأزواج، يبتعدوا عن هذه الضغوطات ويبتعدوا عن الأشخاص، يعني إذا كان الأشخاص اللي يقدروا يبتعدوا عليهم، نعم الأشخاص اللي راهم اللي يمارسوا عليهم ضغوطات من أصدقاء، من ربما جيران إلى آخره، يبتعدوا على الأشخاص السلبيين والأشخاص اللي يمارسوا لهم ضغط، وخاصة هما يعني يبتعدوا عن هذه الضغوطات. نعم الأخصائية النفسانية سمية قصير، شكرا على تدخلك معنا وعلى كل هذه المعلومات والنصائح. شكرا لك يا إلهام، شكرا على الموضوع. العفو. مشاهدينا إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام فقرة ضيف الغرفة من غرفة أخبار قناة البلاد، بقية فقراتنا متواصلة لكن بعد هذا الفاصل.